يذكرون أن رجلا نطح زوجته ثور فماتت، يا حظه فماتت. فمر صديقه من غد ببيته فرأى الشارع مزدحم والناس طالعين داخلين إلى بيته، فقال يا أخي إيش اللي حاصل في بيت فلان؟ فدخل عنده في الزحمة وسلم عليه، قال يا أخي إيش اللي حاصل عندك اليوم؟ قال والله أمس زوجتي نطحها ثور فماتت. قال كل هؤلاء جاءوا يعزون؟ قال لا، هؤلاء جاءوا يشترون الثور. من أهم الأشياء استغفر الله استغفر الله طبعا لا أعني أن الواحد يروح يشتري ثور حتى ينطح امرأته، لا، هناك طرق كثيرة للقتل غير النطح. لا والله، لا، أوصيكم بالنساء خيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.